كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بعض الأشخاص مساكن كيقول لي إلا مش ممكن نقابة ما نعطيش ولا نبقى نحش الزيت إحنا ما بيعش جاتي كاتب العام لنقابه العمال والعاملات الحدوديون من ضاوي تحت مكتب الاتحاد المغربي للشغل. احنا كنمثلوا واحد الفئه اللي كتمارس التجاره النمطيه ما بين الناظور ومليليا. اليوم كنشوفوا بان هذه الفئه كتعرض للاقصاء وكتعرض للمنع من ممارسه هذه التجاره لذئبات على المعامله ديال على العمل ديالها سنين وسنين، وبالتالي كنشوفوا شبه يعني ركود اقتصادي في المنطقه ككل او الجهه ككل، لان هذا هو المحرك اللي كاين في المنطقه منذ الازل، لان ما كاينش تنميه ما كاينش تشغيل ما كاينش. اليوم حنا درنا واحد الجمع عام استثنائي اللي من خلاله كنحاولوا نقيموا الوضع خلال المناضلين ديالنا ومداخلات ديالهم، وكنحاولوا من خلال هذا الجمع هذا نوصلوا الصوت ديال هذه الفئه خاصه الى المنتخبين انه يقول لهم بان الوضع قد زاد عن الحد ويلزم التدخل بديونه وايجاد الدخل. تعاونوا، كنطلب جميع الفاعلين نتعاونوا، لا سواء جمعويا ولا سياسيين، والسلطات كذلك نتعاونوا من اجل تفادي هذا الاحتقال الاجتماعي. كنشكر موضوع 24 وكنشكر جميع السلطات اللي كتعاون معنا من اجل كما قلت تفادي هذا الوضع هذا وهذا الاحتقال، ونلموا جميعا من اجل غد افضل ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.